باستضافة المنتخب المصري اللي بيجد طبعا النهاردة منافس قوي في ظل الظروف والصدارة والثقة اللي لدى منتخب جزر القمر، وأيضا الدفعة المعنوية والمساندة الشعبية والرسمية بحضور رئيس طبعا دولة جزر القمر في ملعب المباراة في هذه طبعا الجزر الثلاثة اللي طبعا الجزر القمر هي تقع في المحيط الهندي، وطبعا عندها جزر ثلاثة أبرزهم طبعا الجراند كومورو وهي اللي فيها العاصمة موروني واللي فيها ملعب المباراة النهاردة في هذه الأجواء وفي هذا الملعب الجديد اللي بيستضيف ملعب السابق. على فكرة ملعب كان صعب قوي، ملعب سيد محمد شيخ، الملعب اللي كان في السابق كان أرضية نجيل صناعي وكانت أمور صعبة جدا، لكن إن شاء الله نتمنى تكون مباراة ممتعة، مباراة جميلة ونستمتع بها بإذن الله. عشان حبك للكرة ملهوش حدود، كل ما تستخدم فيزا اكتر في مصر او انت مسافر كل ما هتقرب من حلمك. فيزا، اينما اردت ان تكون. يبدأ منتخب جزر القمر في هذه المباراة بتشكيلة مكونة من علي حمادة حارس المرمى رقم 23، خط الظهر عبد الله علي محمد لاعب نادي مارسيليا رقم 13، قاسم مادهوما رقم 12، نجم الدين عبده رقم 6 وهو اللاعب طبعا كابتن الفريق واكبر اللاعبين سنا، شاكر الحضير رقم 3، وسط ملعب فؤاد بشيرو رقم 8، يوسف ماتشنجاما رقم 10، وسليماني فايز رقم 7، وبكاري سعيد رقم 22، في المقدمة ابراهيم مادي رقم 11، والفرد طبعا المميز جدا بن نابوهان لاعب فريق نادي ريد ستار بلغراد واللاعب السابق في نادي اولمبياكوس الفريق اليوناني. امامنا كابتن حسام البدري والجهاز الفني، كابتن محمد بركات مدير الكره، طارق مصطفى واحمد ايوب وسيد معوض وايمن طاهر الجهاز المعاون للكابتن حسام البدري اللي نتمنى له ان شاء الله النهارده التوفيق في هذه المهمه ومعالجه الامور اللي حدثت في معسكر المنتخب، المعوقات ازمه لاعبي بيراميدز، اصابه محمد صلاح، اصابه حمدي فتحي، اصابه كوكا، حتى احمد جمعه بعد ما لعب الشوط الثاني في مباراه مصر امام كينيا اتصاب في التدريب اللي كان في وقت مبكر يوم السفر الى جزر القمر واللي كان فيها رحله طبعا توقفوا خلالها في تنزانيا اقرب المدن الى جزر القمر وكملوا رحلتهم. امير عبدو امامنا هنا من يناير 2014 مع منتخب جزر القمر واللي النهارده بيحلم في هذه المباراه انه بيواجه منتخب مصر والجمهور الكبير اللي بيسنده ان يكون على يعني ثقه من جانب الجماهير بان هو هيقدم افضل ما لديه ويقدم احسن ما لديه. منتخب المصري في حراسه المرمى محمد الشناوي، رباعي الدفاع محمد هاني النهارده في الجنب اليمين واحمد حجازي ومحمود علاء قلبي دفاع، في الجنب الشمال ايمن اشرف، في وسط الملعب طارق حامد وعمرو السلي وهو قائد المنتخب المصري النهارده في غياب احمد فتحي في دكه البدلاء، واحمد سيد زيزو وتريزيجيه وقفشه، وفي المقدمه كهربا والجماهير والحضور والملعب بابنا هنا والبدايه والانطلاقه. ادي بابنا اللمس على طول، تغطية دفاعية، المتوقع ان يكون في الحقيقة حماس كبير جدا في هذه المباراة وفي اندفاع لازم نستجيب
تلقى من احمد سيد زيزو امامنا هنا في محاولة. ادي احمد سيد زيزو اللي بيبدأ في الجانب اليمين في مباراة اليوم واللي عليه النهاردة الحقيقة دور مهم قوي في ثالث لقاءاته الدولية بعد ما لعب اساسي امام ليبيريا لاول مرة وشارك في مباراة كينيا مكان حسين الشحات في الدقيقة 57. النهاردة بيبدأ مباراة اليوم في هذه اللقطة وفي هذه المحاولة، لكن ان شاء الله يكون لقفشة دور ايضا مع كهربا مع تريزيجيه على العناصر الحقيقه اللي لم تقدم نفسها في المباراه الاولى. طارق حامد، عمرو السوليه، استمرار في منتصف الملعب، ثلاث تعديلات في مباراه اليوم، محمد هاني مكان احمد فتحي وايمن اشرف مكان عبد الله جمعه، واحمد سيد زيزو بيبدا مكان حسين الشحات من بدايه المباراه. الى خارج الملعب، ادي امامنا هنا نتابع اللاعبين، ادي الفاردو واحد من اللاعبين المميزين امامنا بريد ستار بلغراد، واحد من النجوم اللي كانوا ساهموا في التصفيات الماضيه 2019 في احراز 4 اهداف، وادي كوره امامنا بتعود، كوره خطيره جدا بتعود، لكن كالمعتاد محمد الشناوي باليقظه الكبيره، كوره بيعيدها طارق حامد في اختبار جدي اول هنا لمحمد الشناوي، كان هتبقى النيران الصديقه تغطيه دفاعيه من عبد الله علي محمد بيلعب في نادي مارسيليا الجنب اليمين امامنا هو بكاري، اللاعب بكاري من اللاعبين المميزين الحقيقه، بيلعب في اركي سي، بيلعب في الدوري الهولندي وهو يحمل رقم 22، ويمكن النهارده التعديل الوحيد ابراهيم مادي رقم 11 بيبدا المباراه مكان اللاعب نور الدين اوبرو اللي لم يبدا هذه المباراه، لاعب نادي اوسير اللي يعني كان في التشكيله الاساسيه في مباراه توجو. كره اماميه، تريزيجيه فورمه عاليه مع استون فيلا، وسجل صحيح في الخساره امام ليفربول وامام الولفز، لكن النهارده عليه امان وطموحات كبيره مع طبعا الجمهور المصري وجمهور كره القدم. ايمن اشرف يشارك امامنا هنا اللقاء الدولي رقم 17 لايمن اشرف مع المنتخب الاول امامنا هنا، انضم 2016 وبدا يشارك الحقيقه في اللقاءات، وكان لعب امام النيجر في تصفيات 2019 كان لعب اساسي وشارك في العديد من اللقاءات، وكان الاساسي في 4 مباريات في الامم الافريقيه الاخيره اللي خرجنا فيها امام جنوب افريقيا في دور ال 16. كل التوفيق لمنتخب مصر الاولمبي ان شاء الله والتاهل للاولمبياد للمره ال 12 في مواجهته امام جنوب افريقيا ان شاء الله غدا، وانتظار ان شاء الله التاهل والوصول بقى من خلال المواجهه الاخرى ايضا ما بين كوت ديفوار وغانا، يصعد الفائز من المباراتين، وطبعا المباراة النهائية هتلعب يوم الجمعة القادم بإذن الله، والثالث والرابع اللي هتحدد برضو المركز الثالث هيحدد الفريق اللي يصعد ويلحق بالثلاث فرق إلى طوكيو 2020. أمامنا هنا بنتابع، أدي الضغط مرة دي على طول طارق حامد، لكن الكرة تطلع إلى خارج الملعب، البداية والانطلاقة الحماسية المتوقعة من جانب منتخب جزر القمر. المطلوب مننا ايه بقى في هذا الوقت؟ المطلوب الهدوء، والمطلوب تصحيح المسار، المطلوب انك تسجل وتحافظ على الهدف امامنا هنا للخروج بقى من هذا المأزق، لان ان شاء الله هنستأنف لقاءات التصفيات ان شاء الله عليكم خير في نهاية اغسطس من العام القادم 2020 باذن الله. هذه الاستلام على طول، شوف امامنا هنا محمد هاني يلعب مباراته الدوليه السادسه مع المنتخب الاول، لعب مباريات امام كل من الاردن، امام ليبيا، امام نيجيريا، شارك امام ليبيريا يعني لقاءاته الدوليه، لكن كان عنده ايضا مشاركه مع المنتخب الاولمبي في تصفيات ريو 2016. استلام امامنا هنا، شوف بقى الجمهور، بكاري خطير، منتخب جزر القمر عندهم مهارات، عندهم لاعبين متواجدين في الدول الأوروبية، لأن النهاردة المنتخب 22 لاعب، 21 لاعب محترف، 14 من فرنسا مشاركين في فرنسا في الدوري الفرنسي مختلف درجاته، في هولندا، في صربيا، في بلجيكا، السويد، رومانيا، النرويج، وأخيرا في ناميبيا. تلقى أمامنا هنا من تريزيجيه وسط ملعب، برضو عندهم اللاعب المميز فؤاد بشيرو رقم 8 بيلعب في نادي مالمو، ترجع الى علي حماده محترف في النرويج، علي حماده في جونجز فينجر احد انديه النرويج،
حارس المرمى للمنتخب اللي امامنا هو منتخب جزر القمر اللي بيحصل